سلام. وقوف نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابه. اختبارا لفعاليات نقابه المحامين الذي المستمره منذ ما يزيد عن الشهر، وذلك رفضا لتنفيذ مجموعه من القرارات بقانون التي تنتهك العديد من حقوق المواطن الفلسطيني والتي تؤثر سلبا على الامن الاقتصادي والسلم الاهلي، فان نقابه المحامين مستمره في هذه الفعاليات، ومنها فعاليه اليوم الوقوف وقفه احتجاجيه امام محكمه بدايه وصلح جنين، مع مشاركه كافه الفعاليات الوطنية وكافة المؤسسات في مدينة جنين ومحافظة جنين. فإن نقابة المحامين قد دعت لهذه الوقفة رفضا لنفاذ مجموعة من القرارات بقانون التي أصبحت معلومة لدى الجميع. يعني نحن أعلناها ومن أرض جنين جراد، نحن مستمرون في هذه الفعاليات لحين تحقيق كافة المطالب التي تقدمت بها نقابة المحامين، وهو وقف نفاذ هذه القرارات بقانون حالا وفورا، وشل كامل آثارها لما لها من آثار سلبية على الوطن والمواطن. فإننا مستمرون في هذه الفعاليات ما لم يوقف نفاذ هذه القرارات بقانون، من أجل تحقيق أبسط قواعد العدالة للمواطن.